السلام عليكم. هحكي إن شاء الله عن الورقة العلمية المقدمة من أوبن إي آي لاب بعنوان Language Models Are Few Shot Learners. في غضون 20 دقيقة سوف نتحدث في عدة نقاط. النقطة الأولى مقدمة عامة عن الموضوع، ثانيا سوف نتطرق إلى الأبروش المتبع، ثالثا سوف نتحدث عن أهم النتائج، رابعا سوف نتحدث عن الميجرينج أوف بنشماركس، خامسا سوف نتحدث عن أهم نقاط القصور في هذا الموديل، سادسا وأخيرا سوف نتحدث عن الاستخدامات السيئة لهذا النموذج. معظم الأعمال الحديثة أظهرت نتائج جيدة في معظم مهام الـ NLP، خصوصا بعد استخدام البري تريند موديل أو النماذج المدربة مسبقا على كمية كبيرة من البيانات المعمول إلى فاين تيوند أون سبيسيفيك تاسك. على غرار ذلك أيضا ظهر الترانسفورمر لانجويج موديل اللي هم اوريدي فاين تيوند، عشان هيك بطل في داعي للتاسك سبيسيفيك اركيتكتشر. صراحة الترانسفورمر لانجويج موديلز أدت إلى تقدم كبير في معظم مهام الـ NLP الصعبة، على سبيل المثال Reading Comprehension، Questioning Answering والعديد من المهام الأخرى. أيضا أنه لا يزال هناك تقدم أو هناك بحث لتطوير هذه الموديلز على صعيد الأرتيكتشر والألغوريثم. لكن المين ليميتيشن في هذا الموضوع، صح أنه الترانسفورمر أرتيكتشر هو تاسك أجنوستيك، لكنه لسه بيضل بحاجة لتاسك سبيسيفيك وفاين تيونينج داتا سيت مكونة من آلاف أو عشرات الآلاف من الأمثلة. على عكس البشر من خبرتهم السابقة بيقدروا يحلوا مشاكل لغوية جديدة من خلال بعض الأمثلة أو بعض التعليمات المساندة أنه كيف والله تحل هذه المشكلة اللغوية الجديدة، من دون لسه ما بده يتعلم من أول وجديد. وهذه هي لسه لحتى الآن معظم الـ NLP systems بتحاول تكافح أنها تصل لمقدرة الإنسان في حل هذه المشاكل. طيب إحنا ليش لازم ناخد باعتبارنا حل هذه المشاكل؟ أول حاجة، مش منطقي إنه كل ما بدنا نشتغل على مهمة لغوية جديدة إنه نروح نكون داتا ست جديدة ليبل سوبرفايز تكون جود كواليتي وكلين وما إلى ذلك، وهذا الأمر بتطلب جهد وكوست عالي في معظم الأحيان. علشان هيك لازم إحنا نطلع من هذه الدائرة. تاني شغلة، إنه الموديل صحيح إنها تدربت على كم كبير من البيانات أثناء عملية التدريب، وهذا الإشي لما يجي إحنا نستخدمها إحنا في الآخر بروح نعملها فاين تيون عشان تحل مثلا مشكلة لغوية محددة مثلا زي الابستراكتيف تيكست سمرايزيشن. طيب السبب الأخير هو فعليا الإنسان ما بيحتاج إلى كم كبير من الأمثلة إنه عشان يتعلم المهام اللغوية. على سبيل المثال لو إنسان بيعرف لغة عربية كتابة وقراءة، هل هو محتاج إنه أعطي له آلاف الأمثلة من تلخيص النصوص عشان هو فعلا يقدر يصير يلخص أي نص؟ هذا الأمر طبعا مش صحيح، لأنه في الآخر أنا بعطيله بعض التعليمات من خلاله يقدر يلخص أي نص. طيب خلينا نشوف الريسنت تريند لانجويج موديلينج. أول حاجة، في أول موديل هو الميتا ليرنينج موديل. إيش الميتا ليرنينج موديل؟ هو عبارة عن موديل، هو لانجويج موديل طبيعي، لكن خلاله أنا زي ما شايفين إنه بيكون جوا إنه بعض المهام اللغوية. على سبيل المثال إنه كيف والله يجمع الأرقام، بعطي له أمثلة، هاد بنسميه in context learning، يعني داخل الموديل في عنا صار مهمة بتدرب عليها، يعني أثناء تدريب الموديل بصير في عنا تدريب على مهمة جمع الأرقام. على سبيل المثال المثال الثاني إنه مثلا في عنا in context learning تاني، إنه بيكون والله إنه بده يصحح إيش السبيلينج تاع الكلمات. in context learning أو مهمة جديدة هو إنه بده يعمل ترانسليت مثلا من الإنجليش من الإنجليزية للفرنسية وهكذا. هذا عبارة عن بيمثل لنا الميتا ليرنينج موديل. طيب النوع الثاني هو الترانسفورمر موديلز. احنا زي خصوصا في السنوات الأخيرة هو يعني توسع بشكل كبير، بدأ من 100 مليون باراميتر، انتقال ل 300 مليون، لما وصل 1 بليون، بعدين وصل تقريبا 11 بليون باراميتر. وهان حسب الشارت باللون البرتقالي والاخضر احنا بنشوف كيف انه صار انه نسبه الاكول، احنا مصرنا انه نزيد عدد البارامترز، كيف انه صار الاكيوريسي تاعت هذا الموديل
من خلال الرسم التوضيح السابق احنا شفنا زيادة عدد البارامتر في الترانسفورمر موديلز من 1 بليون ل 11 بليون كيف أدى إلى تحسين الأكيورسي بشكل فارق. لذلك هنا الباحثين بدهم يعملوا تيست لهذه الفرضية من خلال تدريب موديل جديد على 175 بليون بارامتر وسموا هذا الموديل GPT-3، وأيضا بدهم يعملوا evaluate للإن كونتكست ليرنينج، وكمان يعملوا evaluate للموديل بشكل عام على إيش، على كم كبير من الداتا سيت المشهورة في عدة في في في, في العديد من الـ NLP tasks. النقطة الثانية في العرض هي الأبروش المتبع في تدريب الجي بي تي 3 موديل. صراحة هذا الأبروش مش مختلف عن الأبروش المتبع في تدريب الجي بي تي 2 موديل، لكن باختلاف بسيط إنه إحنا عملنا scaling up للموديل سايز والداتا سيت سايز، وأيضا قمنا بإضافة بعض السيتينجز اللي حيتم تقييم الجي بي تي 3 موديل بناء عليها. طيب خلونا نحكي عن الـ evaluation settings الخاصة بالـ GPT-3. أول حاجة الـ fine tuning. الـ fine tuning باختصار إنه بعمل update للـ weights الخاصة بالـ pre-trained model من خلال تدريب الموديل على supervised dataset. على سبيل المثال بدي أنا أعمل fine tuning للـ BERT model على sentiment analysis، بجيب بالـ dataset خاصة بالـ sentiment analysis وبعمل fine tuning للـ BERT model بناء على هذه الـ dataset. المين ادفانتج لهذا الموضوع انه والله انه دائما بيعطي سترونج بيرفورمانس في اكثر من بنش مارك، لكن في عنده هان في عنده عده نقاط ضعف في هذه النقطه، انه دائما احنا بنحتاج انه لارج داتا سيت لكل مهمه بدنا نعملها، وغير هيك انه ما بنقدرش نعمم هذا الفاين تيون لاكثر من مهمه، خلص انه بصير سبيسيفيك لمهمه واحده. غير هيك انه ما بنقدرش نقارن هذه النتائج اللي حصلنا عليها من هذا الموديل بالنتائج الفعليه الانسان بيقدر يحققها. علشان هيك انه جي بي تي 3 ما صار منه ما نعملوش فاين تيونينج، بالعكس خلوه ايش تاسك اجنوستيك بشكل عام. النقطه الثانيه الفيوشوت باختصار انه انا بدرب الموديل على عدد قليل من الامثله عشان يقدر يحل المشكله اللغويه. طبعا اهم ميزه في هذا الموضوع انه فعلا انا صرت قللت انه كمية الفاين تيون داتا سيت اللي أنا هحتاجها عشان أنا أقدر أدرب الموديل، لكن هذا بضل فيه له ديس أدفانتجز إنه بضله إنه نتائجه أسوأ من الستيت أوف ذا آرت فاين تيون موديل، لأنه تدرب أكيد على عدد قليل من الأمثلة، وغير هيك إنه لسه بيحتاج إنه لازم أعمل سبيسيفيك تاسك داتا سيت مكونة من عدد من الأمثلة. ثالثا الوان شوت. الوان شوت تقريبا نفس فكرة الفيو شوت، بحيث انه انا بعطي الموديل فقط مثال واحد عشان يتدرب عليه عشان يحل المشكله اللغويه، والزيرو شوت انا فعلا بعطيش الموديل اي حاجه عشان يتدرب عليها الا عدا انه وصف المشكله. على سبيل المثال انه مثلا لو كانت المشكله انا عندي جمع رقمين بقول له فقط task description انه جمع رقمين من دون ما اعطيه اي مثال انه كيف يجمع هدول الرقمين، لكن بتضل هالزيرو شوت هي most challenging setting. بالنسبة للموديل and architecture زي ما حكينا انه ما فيش اختلاف عن الجي بي تي 2 كتير، الا بس فقط بانه باستخدام الـ altering dense and locally banded sparse attention patterns في الترانسفورمر layers، وكمان انهم دربوا الموديل على 8 احجام مختلفة اكبرهم من 175 بليون بارامتر اللي هو اسمه جي بي تي 3. بالانتقال للداتا سيت، الداتا سيت الخاصة باللانجوج موديل تنمو بشكل كبير خصوصا الكومون كراود داتا سيت، هي عبارة عن بيانات للمؤسسات بتحطها على الانترنت بشكل بابليك عشان يقدروا الناس يستفيدوا منها. هذه الداتا سيت بتحاول تحتوي على تريليونز اوف ووردز، هذا الحجم تبعها بيسمح انها تكون كافية عشان ندرب عليها لارج لانجوج موديل، لكن بطبيعة الحال احنا الا يكون في بعض المشاكل فيها انها تكون unfiltered او light filtered version، وهذا بسبب انه يكون في بعضها انه مش بالجودة الكافية عشان انه احنا نحصل منه على نتائج كويسة. عشان هيك في هذا قاموا الباحثين هان بثلاث خطوات عشان يعملوا improvement لهذه average quality لهذه الداتاسيت. من أهم الخطوات المتبعة في تحسين الداتا سيت المستخدم في عملية التدريب، أولا تحميل وفصل
الجود كواليتي كومون كراول داتا سيت عن بقيه الداتا سيت الاخرى. نفذوا فازي دي دوبليكيشن على مستوى الدوكيمنت ليفل وشالوا الدوبليكيشن الريدندنسي في هذه الداتا سيت عشان 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 يحسنوا الفاليديشن وما يصيرش عندنا ما يصيرش كمان اوفر فيتنج. كمان ضافوا هاي كواليتي ريفرنس كوربس للو كواليتي كومون كراول عشان ايش يزيدوا الدايفرسيتي تاعتها. من المثير للاهتمام في التريننج بروسيس تقريبا هم استخدموا بات سايز كبير كتير تقريبا حجمه 3.2 مليون وهذا الحجم كتير كبير مقارنة بالمودلز الثانية. غير هيك انهم استخدموا سمول ليرنينج ريت في نفس الوقت عشان اللارج موديل ما يصيرش عندهم اوت اوف ميموري اثناء عملية التدريب استخدموا حاجة اسمها الميكشر اوف موديل باراليزم. وغير هيك انه بالنسبة للهاردوير استخدموا في ريمي جي بي يوز هذه ما تكون موجودة على الهاي باندويث كلاسترز تقريبا مايكروسوفت هي اللي وفرت هذه الهاردوير لتدريب الجي بي تي 3 موديل. بالنسبة للإيفاليويشن تم تقييم الموديل باستخدام الفيو شورت ليرنينج المالتيبل تشويس تاسك الباينري كلاسيفيكيشن تاسك الفري فورم كومبايليشن تاسك باستخدام الاف 1 سيميلاريتي سكور اند وكمان البلو ميجرمنت. هن في تقريبا في ابندكس سي وجي بيحكوا كتير في هذه التفاصيل فاحنا عشان نضيق الوقت مش هنتطرق الا هنتطرق للجزئيات المهمه ان شاء الله في السكشن الثاني هو اللي بيحكي عن 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 اهم النتائج. في هذا السكشن هنتطرق لاهم النتائج الخاصه بالجي بي تي 3 موديل. هنبدا بالسكيل اب موديل اند فاليديشن لوس. زي ما احنا شايفين في الرسم في عنا ال x axis بيمثل هو السكيل اب للموديل تبعنا وفي عنا ال y axis بيمثل الفاليديشن لوس. زي ما احنا ملاحظين انه كل ما عملنا سكيل اب للموديل تقريبا باللون الاصفر هنلاقي هو هنا صار في عندنا كل ما زاد ما عملنا سكيل اب للموديل احنا صار عندنا الفاليديشن لوس ايش بقل اكثر واكثر. فهنا بنلاحظ انه كل ما عملنا سكيل اب كبرنا الموديل هيصير في عندنا تحسن في الفاليديشن لوس. بالانتقال لنقطة long range dependence in text باختصار احنا لو قلنا انه Alice was a friend with Bob لو احنا الحين قلنا Alice went to visit her friend الحين الفريند معروف انه في الجملة السابقة انه كان Alice هو صاحب Bob فهان بقول لك predict next word فهان في الجي بي تي 3 موديل مباشرة عارف انه الفريند تاع Alice انه هو Bob بناء على الجملة السابقة. فهان زي ما بنلاحظ من النتائج انه كل السيتنجز اللي عملنا ايفالويشن لها اتخطت هو الستيت اوف ذا ارت موديل الاخيره. حتى يعني الملفت للانتباه انه حتى الزيرو شوت انه تفوق على الوان شوت يعني من دون ما اعطيه اي اكزامبل كان التريننج احسن منه اعطيه وان اكزامبل. لكن هنا برضو التفوق بكون واضح للفيو شوت باستخدام 15 اكزامبل فان تقريبا نسبة الاكيوريس تاعته وصلت ما يقارب 86-87%. وهذه نتائج جيدة مقارنة بالمودلز الثانية. بالنسبة للكواشن انسرينج فهنا لو طلعنا يعني تقريبا النتائج يعني الفيو شوت يعني عدى شوي في تحسين عن الفاين تيون ستيت اوف ذا ارت موديل هذا اشي كويس. حتى يعني الوان شوت تقريبا مقارب لهم زيرو شوت اقل منهم بشويه. لكن هنا زي ما احنا ملاحظين انه الفيو شوت ماخذ مش 15 ماخذ 64 اكزامبل عشان يقدر يتعدى فاين تيون ستيت اوف ذا ارت موديلز. هذا برضو يعني نتائج كويسه مقارنه بالناس التانيين. بالنسبة للترانسليشن ان ال بي تاسك احنا بنلاحظ يعني في نوعا ما يعني قصور في بعض النقاط. احنا اذا بنشوف هان خلينا نلاحظ انه انا بدي اترجم من الانجليزي للانجليش يعني الجودة تاعتها كويسة لكن برضو هذه اقل من الستيت اوف ذا ارت موديلز ضلها يعني دون المستوى. لو شفنا برضو من لما يكون التارجت لانجويج انجليش الموديل اعطى احسن لكن في المقابل في عنا انه لما يكون السورس لانجويج انجليش بده يترجم من انجليش لاي لغه اعطى نتائج متدنيه اقل من لما يكون التارجت لانجويج انجليش لكن بتضل هذه النتائج احسن يعني حققت افضل من الستيت اوف ذا ارت موديل
يعني هل صار في عنا جزئيتين لما يكون التارجت لانجويج الموديل اللي هو الانجليش صح انه اعلى لكن نفس لكن بتكون اقل من الستيت اوف ذا ارت موديل، لكن هان لما يكون السورس لانجويج انجليش صح نتائجها اقل من التارجت لانجويج لكن نفس الوقت احسن من يعني اعطت حسنت في في في, في الريزلت بناء على الستيت اوف ذا ارت موديل الاخير او الريليتد ورك. وايضا هان يعني بنلاحظ انه يعني من هذا الاشي انه هو هو عباره جي بي 3 وتقريبا هو انجليش لانجويج انجليش لانجويج موديل. طيب لما نيجي للوينغراد ستايل تاسك هي عبارة عن انه بدي انا اعمل بدي اعمل ديترماين للبروناون انه ريفرنس لمين. هنا زي ما بنلاحظ انه في عنا وهذا يعني البروناون ريفرنس لمين مرات بيكون يعني اجرامات يعني من ناحية قواعد انه بيكون ambiguous لكن من ناحية انه الهيومن انه من السيمانتيك بيكون مش ambiguous. فهان لو بدنا نشوف الريزلت تاع جي بي تي 3 موديل ما اعطاش نتائج كويسه تقريبا لفيو شوت على 50 اكزامبل تقريبا جرب على الفاين تيوند روبرت لارج موديل لكن حتى الان الفاين تيوند ستيت اوف ذا ارت موديل اعلى بكثير من نتائج البيرت ومن نتائج الجي بي تي 3 موديل. بالانطلاق للكومون سنس ريزونينج هي عبارة عن questions about how the physical world works يعني حاجات بديهية أسئلة بديهية زي ما بدنا نحكي مثلا على سبيل المثال لو رمينا التفاح هيقول ماذا يحدث لو رمينا لو أسقطنا تفاح هيقول لك إنه التفاح سوف تسقط على الأرض بفعل الجاذبية. هذه أشياء يعني بديهية ما فيش فيها تفكير. الشمس تشرق من أين بقول لك من الشرق يعني حاجات بديهية عن العالم. فهنا إحنا زي ما بنلاحظ إنه يعني في إنه تقريبا الزيرو شوت والوان شوت والفيو شوت تقريبا يعني نتائجه متقاربة جدا ونفس الوقت اعطى نتائج بناء الجي بي تي 3 موديل از اول يعني اعطى نتائج احسن بكثير من الستيت اوف ذا الفاني تيون ستيت اوف ذا ارت موديلز. برضه هذه النقطه يعني تحسب للموديل هذا. ريدنج كومبريهنشن لو الريدنج كومبريهنشن تاسك لو جينا هنا يعني نطلع ايش صار في عندنا هنلاقي انه الفاين تيون ستيت اوف ذا ارت بالنسبه للسوبر جلود داتا سيت او بنش مارك هنلاقي انها اعطت نتائج احسن من الفاين تيون بيرت واحسن من الجي بي تي لكن الجي بي تي هذا فوق على الفاين تيون بيرت وهذا برضو نقطه كويسه. لكن هنا برضو اذا بتطلع على النتائج بنلاقي انها بتتفاوت بين بنش مارك والتاني بتلاقي مرات البيرت بتفوق مرات الجي بي تي حسب ايش الداتا سيت او البنش مارك المستخدم. طيب بالنسبة للأرثمتيك او باختصار انه مثلا لو قلت لي 1+1 ايكوال هيك بالنص ايش جي بي تي مثلا هيطلع هيقول لك مثلا 2. لو طلعنا هنا انه ايش بالنسبة لو كتبت له معادلة رياضيات بسيطة ايش ممكن ايش النتائج تاعت الجي بي تي 3 موديل هنلاقي انه في عنا التو ديجيت اديشن هتلاقي انه تقريبا نسبتهم 100% يعني تقريبا وصلوا 100% يعني نسبة الاكيورسي كتير عالية. التو ديجيت سب تراكشن برضو مقاربة إلها. إذا رحنا على 2 ديجيت 3 ديجيت أديشن بتلاقي النسبة أقل قلت في 3 ديجيت سب تراكشن ها يعني برضو قلت بزيادة صارت تقريبا ما يقارب 80%. لكن كل ما زي ما احنا ملاحظين بتزيد في عملية في تعقيد العملية الحسابية بتلاقي انه نسبة الأكيوريسي كتير بتقل. فعشان هيك لسه حتى الآن ممكن احنا بنحكي انه فير هم على 2 ديجيت و التوديجت بس في الاديشن والسبستراكشن لكن المولتبليكيشن تكون عملية أصعب والديفيجن برضو أصعب. فعشان هيك لحتى الآن يعني الموديل لحتى الآن الجي بي تي 3 موديل هو مناسب يعني فقط في عملية إنه جمع وطرح بس رقمين. طيب الحين نشوف الورد سكرامبلينج تاسك. الورد سكرامبلينج تاسك باختصار
على سبيل المثال لو أنا مثلا كتبت كلمة أنا كنت ناسي الكيبورد على العربي وقاعد بكتب بالإنجليزي، فبنلاحظ إنه جوجل مرات بيقول لك أنت بتقصد هيك، هيجيب لك الكلمة باللغة الأم. على سبيل المثال لو كتبنا سكسيشن بالشكل هذا هيقول لي إنه هيك كتبتها. في عندنا أكثر من نوع من السكرامبلينج. أول حاجة السايكل لتر باختصار اللي هي والله أنا مثلا بدال حرف الآي كتبت واحد، مثلا زي لما نكتب زي نكتب مثلا حرف العين نكتبه ثلاثة، حرف الطا نكتبه مثلا تي. هذه اسمها سايكل لتر، بنلاقي الأكيورسي تبعتها تقريبا 35%. لو احنا عدلنا مثلا في نص الجملة عدلنا وان كاركتر كيف ممكن تصحيحه، حتلاقي انه نسبته كتير واطي، حتلاقي ما يقارب ال 15%. لو احنا عدلنا بس رقمين، عدلنا حرفين في وسط الجملة، حتلاقي انه نسبته 35%. لو احنا رحنا عكسنا كتابة الكلمة، يعني كتبنا الحروف بالعكس، حتلاقي نسبته كتير واطية. لكن المثير بالاهتمام انه لما عمل random insertion، انه عمل mix of examples للوورد، فصارت نتائجها تقريبا قاربت على 70%، وهذا يعني اعطى نتائج كويسه باجمالي الامثله، يعطى له امثله متنوعه. فهنا تقريبا نسبه اداء تقريبا الاكيورسي صارت عنده ما يقارب 70%. اخيرا بالنسبه للنيوز ارتكل جنريشن، فعلا انه جي بي تي 3 هان اعطى نتائج مذهله وكويسه جدا، بحيث انه صار يكتب ارتكلز انه صعب كتير انك تفرقها بينها وبين الارتكلز اللي الاشخاص العاديين او الانسان اللي بيكتبها. بالانتقال للنقطه الرابعه في العرض، هو الميجرنج اوف بنشماركس. زي ما حكينا مسبقا انه معظم الداتا سيت اللي استخدمها الجي بي تي 3 موديل في عمليه التريننج هي عباره عن كومون كراود داتا سيت. هذه الداتا سيت مجمعه من الانترنت، ففيش يعني ضمانه انه الداتا سيت هذول ما يكونش بيحتوى على بيانات هي فعليا مستخدمه من ضمن بنش مارك معين انه في التست سيت تبعته. فعشان هيك لو تمت هذه العملية بالشكل هذا من دون أي تنقيح، هيصير أنا في عندي نتائج مش صحيحة، إنه حيعطي مثلاً بنشمارك معين نتائج وهو فعلياً مش صحيح، لأنه تم تدريب الموديل جي بي تي 3 موديل مدرب على جزء من الداتا من التست ستات الخاصة بالبنشمارك هذا. فعلشان هيك تم يعني تصفية البري تريند سيتس من اي سيتس خاصه في التست بنشمارك، من خلال انه اخذوا 13 اوفرلاب يعني سنتنسز، وصاروا انه هنا صاروا يشيلوا اي شيء له علاقه في بالبنشمارك داتا سيت من البري ترين داتا سيت، عشان في الاخر يطلعوا بداتا سيت كليند وما يكونش في اي مشكله في نتائج البنشماركس. زي ما شفنا الجي بي تي 3 موديل له كتير نقاط قوة، لكن لا يزال له بعض نقاط الضعف، خلونا نتطرق إلها في هذا السن. أول قصور هو التكست سينثيسيز. هنا بصير إنه في عندي بصير تكرار في السامبلز على مستوى الدوكيومنت، ومرات حتى في اللونج سنتنسز بصير بيفقد الكوهيرنس تاع الجملة نفسها أو بيفقد تناسق الجملة، وأحيانا بصير الكلام يتعارض مع بعضه، وأحيانا في بعض الأحيان أيضا بصير النص يحتوي على جمل أو فقرات غير متسلسلة، وهذا بشكل عام. القصور الثاني هو بالنسبة للدومين أوف لانجويج. على سبيل المثال البنشمارك أو الإيفاليويشن للجي بي تي 3 موديل على الداتا سيت الخاصة بالفيزياء أو الفيزيكس نتائجه سيئة جدا وما بيقدرش يفهمه. ثالث شغلة بالنسبة للكواشنز، برضو هان بيعاني الجي بي تي 3 من الكواشنز اللي بتحكي if I put if، يعني بتبدأ بالجملة الشرطية if I put she's into، هان ما بيقدرش انه يعمل اي شيء، بيكون نتائجه سيئة. برضو
الجي بي تي برضو في الـ في الـ في الان كونتكست ليرنينج بيرفورمانس مرات بيكون انه في يعني في بعض القصور في في بعض البنش ماركس. بالنسبه للاستراكشر اند الالجوريثم ليميتيشن، في عندنا هو الليميتيشن الوحيد انه هنا انه مش متضمنين الباي دايركشنال اركتكتشر في الموضوع. بالنسبه للليميتيشن الاخرى الوان شوت والزيرو شوت لسه بتشوفوا اكزامبل اكتر في البري تريننج من الانسان العادي في الحياه الطبيعيه عشان يقدر يتعلم شغله جديده. غير هيك انه السكيلينج للبيو سيلف سوبرفايزد بريدكشن برضه بيصل الليميتس. غير هيك اخر نقطه هي السكيل للاوبجكتيف فانكشنز اور الجوريثم اوف جي بي تي 3 ار بوث في نفس الوقت اكسبنسيف اند انكونفينينت. طيب في النقطه الاخيره ان شاء الله هنحكي بشكل برضو سريع عن مساوئ استخدام الجي بي تي 3 موديل. اول نقطه يعني باختصار انه الجي بي تي موديل هو يعني بيقدر يعمل جنريت لتكست يعني صعب جدا انه نميزها عن التكست اللي بكتبه الانسان، عشان هيك ممكن هنا يستغل هذه النقطه ممكن تستغل في كتابه في انشاء سبام فيشنج او اي ليجال دوكيومنتس ممكن تنعمل من خلال الجي بي تي. ايضا ممكن يستغل في سكيورتي ايشوز زي مثلا في بناء الادفانس ريزيستنس ثريدز اللي هو بيقدر يعمل اكسس على اجهزه على الشبكه هو مش مصرح له بالدخول فيها، وممكن يضل في فترة طويلة من دون ما يكتشف في هذه الأجهزة. غير هيك إنه برضو إنه عشان الجي بي تي 3 موديل برضو صار سكيلابل وسهل إنه نعمله ديبلويمنت وكتير بوفر في الكوست بدل في الكوست. هذا الإشي صار منه ممكن نعمل أبليكيشن إنها بتقدر تعمل سنيفينج أو بتقدر تعمل ستيلينج للوجين كريدنشال بكل سهولة، وهذا الاشي بيعمل عن جد سيكوريتي يعني بيعمل في عليه علامات استفهام من ناحية السيكوريتي ايشيو. رابعا بالنسبة للبايس ممكن احنا نلاقي هنا انه ممكن جي بي تي 3 موديل انه يكتب نص والنص هذا ممكن يحتوي على البايس في عدة نقاط، ممكن في الجندر ممكن في الريس ممكن مثلا يحكي عن انه عن الاسيويين عن الناس السود عن الناس البيض الى اخره، ممكن حتى كمان يكتب عن البايس في الدين، ممكن يكتب حاجات مش كويسه عن مثلا عن دين معين، وهذا الاشي اكيد بيأذي مشاعر الناس وهذا بيعتبر برضه من الليميتيشن المهمه. وصولا لاخر سلايد في البرزنتيشن تبعنا وان شاء الله نكون قد وفقنا فيه هو البري تريند موديل او اللارج بري تريند موديل. دائما هذه بتحتاج كميه كبيره من الكمبيوتيشن، وهذه بتستهلك كميه كبيره من سرعه لفات السي بي يو، وهذا بدوره انه بيستهلك كم كبير من الطاقه عشان احنا نقدر والكوست عشان احنا نقدر نبني هذه الانواع من المودلز. بهيك يعني ان شاء الله قدرت اكون لخصت هذه البيبر بالوقت الزمن المحدد، وشكرا كثير لكم على الاستماع.